ونعود سريعا نتحدث أكثر عن التطورات في الأسواق العالمية مثل ما كنا راقبناها مع بداية جلستنا. رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكويتي جروب، أهلا بك رائد. يعني كنا نتحدث عن ما نراقبه أو ربما المستثمر اليوم لا تزال ولا يزال الحذر، يعني هو مسيطر على تحركات بعض الأصول لغاية ما قد نسمعه من جيروم باول من جديد، لأن الرؤية لم تكن فعليا واضحة تجاه هل فعليا إن وصلنا إلى ذروة معدلات الفائدة؟ طبعا يعني التكهنات كبيرة جدا في السوق، وربما تميل في جزء كبير منها إلى أنه انتهى زمن التجديد النقدي، أو نحن على قرابة اللحظات الأخيرة من نهاية منحنى السياسة النقدية المتشددة وانقلابه إلى سياسة أكثر تسهيلا أو في الأفق على الأقل. أعتقد جيروم باول، يعني إذا رجعنا للتصريحات الأخيرة التي كان قد قام بها بالمؤتمر الصحفي بعد إعلان تثبيت أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي، أعتقد كانت الرسائل ضمنية على أنه التضخم لا يزال عائق ولا يزال مشكلة ولا تزال ورقة رفع أسعار الفائدة مطروحة. طبعا مبررات رفع أسعار الفائدة أنه يكون في عندي ناتج محلي إجمالي جيد، أن سوق العمل لا يزال نوعا ما ريزيليان أو متماسك بشكل أو بآخر، إضافة إلى أنه ما في عندي علامات حادة على الانكماش، بالتالي يوجد هذا الفجوة التي يمكن من خلالها الفدرال الأمريكي أن يقوم بتجديد السياسة النقدية، ولكن الضرر الأكبر سيكون على سوق السندات على وجه التحديد وعلى حيازات البنوك من الأوراق المالية. ربما ذلك قد يؤثر على هذه الحيازات وبالتالي يؤثر على اضطراب في النظام المصرفي مرة أخرى، كما شاهدنا في أزمة السندات التي أدت يعني وقوع مجموعة من البنوك الأمريكية وانهيارهم. نعم رائد، يعني كما زلنا أيضا البيانات من الاقتصاد الصيني مسيطرة أيضا على المشهد، إن كان في تحركات أسعار النفط وأيضا للواقع بالنسبة لهذه البيانات على تأثيرها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، برأيك اليوم إلى أي مدى البيانات من الصين ستكون عامل مؤثر على تحركات أسعار النفط في الفترة المقبلة؟ يعني ننظر إلى الاقتصاد الصيني وكأنه صورة مختلفة كليا عن الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية. عم نشوف السي بي آي نمبرز بالقراءات السلبية، البي بي آي نمبرز بالقراءات السلبية، قراءات تضخم جدا متراجعة صدرت اليوم من الصين. الناتج المحلي الإجمالي في كلا يعني الكفتين كان يعني يظهر انخفاض بالصادرات بالواردات، عفوا الميزان التجاري أتحدث على وجه التحديد، انخفاض وانكماش في هذا. يعني هناك بطء وضعف واضح في الاقتصاد الصيني يحتاج إلى حزم تحفيزية وتيسيرية، وربما نسمع ذلك كثيرا من الاقتصاد الصيني في الفترة القادمة، ويحتاج إلى تحقيق ذلك حتى يحقق نوعا ما إيقاف سلسلة التواطؤ الواضحة التي يشهدها الاقتصاد الصيني. فخلال الفترة القادمة ممكن نشهد تدخلات أكثر من البنك الشعبي الصيني فيما يتعلق بحزم التيسير والتحفيز للاقتصاد لدفع مستويات التضخم للارتفاع مرة أخرى، وفي نفس الوقت لتحقيق نمو أفضل بالوتيرة في الفترة القادمة، وربما ذلك قد يختم بشكل أو بآخر يعني تحسن آفاق النمو والطلب العالمي على النفط وتحسن آفاق النمو العالمي إجمالا. ولكن يعني اليوم رائد كيف نقرأ في توقعات بعض البنوك العالمية، وكنا شاهدنا مؤخرا باركليز الذي وضع ربما أو خفض من توقعات إلى 92 دولار للبرميل، برأيك في ظل كل ما نشهده قد نشهد فعليا عودة التراجع ما توقعناه سابقا عند 120-150 دولار للبرميل؟ تماما ورندا، ومنذ دقائق قرات اليو بي اس يتوقع 90 وال100 دولار للبرميل، كذلك الامر يعني بالاتجاه الصاعد. الضغط كبير على اسعار النفط حاليا على مدى قصير، واضح جدا انه افاق الضغط على النفط ممكن يكون الى فتره نوعا ما قصيره، والاسباب واضحه كانت في الفتره الماضيه عندنا ضعف الاقتصاد الصيني، ضعف افاق نمو الطلب على النفط، ذلك وضع ضغط أكبر على أسعار النفط بالاتجاه الهابط، ربما يعود مرة أخرى للارتفاعات بشكل أكبر خلال فترة وجيزة نسبيا. كل الشكر لك رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكويتي على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات.